يواصل المعتقلون الفلسطينيون الإضراب عن الطعام لليوم 47 على التوالي في معتقلات الاحتلال لإسقاط الاعتقال الإداري وإلغاء ما يسمى بالملف السري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيجد أطباء لإطعام الأسرى بطرق إجبارية، فبذلك يكون قد أعلن على الملأ أنه سيقتل الأسرى المضربين عن الطعام، لأن الحكاية ذاتها حدثت عام 80 واستشهد 3 من الأسرى. الغذاء القسري أدى في عام 1980 إلى استشهاد 3 من الأسرى، لأن جسم الأسير بعد إضراب طويل ومفتوح عن الطعام يحتاج إلى فترة من الوقت وإلى سوائل حتى يتم غذاؤه شيئا فشيئا حتى يستطيع الوقوف على رجليه ويعود جسمه إلى طبيعته. الحل ليس في إطعامهم إجبارا كما صنع من خلال القوانين التي حاول أن يصنعها، الحل هو في حريتهم، في إطلاق سراحهم ليعودوا إلى صفوف الشعب الفلسطيني. مع استمرار إضراب الأسرى يواصل الفلسطينيون حراكهم الشعبي والرسمي، ففي مدينة رام الله بالضفة الغربية نظم الفلسطينيون مسيرة دعم وإسناد للأسرى الإداريين ولتأكيد رسالة الأسرى في إسقاط الاعتقال الإداري. حي أسرى داخل السجون على هذا الصمود في هذه المعركة الدمعية الخاوية، وبنفس الوقت بقول رسالة الأسرى وصلت كل العالم. بنحمل الحكومة الإسرائيلية هاي المسؤولية بحق أسرانا وهاي الجريمة اللي مارسوها، وبنقول سنواصل خطواتنا في الساحة الدولية حتى نصل لمحكمة الجهات الدولية. مصير الأسرى المضربين عن الطعام بات مجهولا لعدد من العائلات نتيجة لمنع الزيارات مع الأسرى ونقل بعضهم إلى المشافي بعد تدهور وضعهم الصحي وتعرض البعض الآخر لحالات إغماء وعدم القدرة على الوقوف. أنا ممنوع الزيارة، ما بزور لا ابني ولا جوزي، المحامي بخبرني شو جوزي أو ابني. ابني ناقص منه 20 كيلو وجوزي ما يقارب 23 كيلو، وحالتهم والله الله بيعلم فيها. بين خرافات نتنياهو وبطش السجان الإسرائيلي يواصل الأسرى الفلسطينيون معركتهم التي بدأوها قبل 47 يوما، معلنين حربا على إسرائيل التي باتت تتخوف بشكل كبير من معركة الأمعاء الخاوية. أحمد براهم، رؤية، من ميدان الشهيد ياسر عرفات، رام الله.